بهذه الأمسية معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك غلوش الصغير. كان الشيخ غلوش عليه رحمة الله يحبه حبا شديدا، وكان يثني عليه ليس داخل مصر إنما خارج مصر، فأتى إليكم في هذه الليلة المباركة لإحياء هذه الذكرى الطيبة. أتى معنا أيضا متحدثا فضيلة الشيخ إبراهيم محفوظ الشيخ إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وحضر معنا شيخ المبتهلين فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار. إنها أمسية غربية في محافظة الغربية، وأنا أعتبر نفسي من الغربية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يحفظ مصرنا من كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنشكر الأستاذ مسعد على المقدمة الطيبة دي، ونشكر الجميع للحضور، ويعني بودي أقول كلمة بسيطة صغيرة. يعني طبعا 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 خلاص مشرفنا أستاذ مسعد والإخوة الحضور كلهم جميعا. طبعا كل ما أنا فيه من فضل الحمد لله بسبب ثلاث أشياء: بفضل الله أولا علي، ثم بفضل دعاء الوالدين، وبفضل أيضا شيخنا وسيدنا الشيخ راغب مصطفى غلوش. ما أنا فيه من خير الحمد لله بفضل الثلاث أشياء هذه. وقبل أن أبدأ طبعا نود من الحضور جميعا أن احنا نقرأ له الفاتحة على روحه، وأن ربنا يغفر لنا وله ويلحقنا به على الإيمان، اللهم أمين يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نستعين، والصلاة والسلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الله
سيدنا اللهم صل على القرآن يا مولانا يزيدك ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. يا سلام. وقل جاء الحق وزهق
مكلف يعني وقل جاء الحق وزهق الباطل. نعم نعم على ستة. إن الباطل كان زهوقا. ويسألونك عن الروح. ويسألونك عن الروح.
رني صلى على الحبيب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب بلد يا سيدنا الشعب بلد بتاع سيدنا الله يرحمه يا سلام الشعب بلد لا أقسم بها Oh!
أيوة الله بس الله جاب رحمة سجلت المخطوطة هو الله أكبر يا سيدنا كريم الله لا أقسم بهذا البلد الله أكبر سيدنا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وشك هنا يا شيخ ايه رحمه الله هاتوا بيات بقى يا شيخ مش هقوله بس ثاني يا بقى اديك هنا يمنا بقى انه بس ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ¡Vamos!
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق هو للمريض علاجه وشفاؤه هو رقية للمشتكي والراقي